ومن الألفاظ الواردة لدينا أنه إذا تلوث فكر إنسان يقولون هذا شخص مغسول مخه أو عنده غسيل مخ. هذا اللفظ فيه تناقض من حيث المبنى ومن حيث المعنى، لأن الغسل هو النظافة، تنظيف المخ. فإذا قلنا في شخص تلوث عقله غسل مخه يعني أن مخه تنظف، ونحن نريد أنه تلوث. فإذا هذه اللفظة تتناقض من حيث المبنى ومن حيث المعنى، وهو تركيب مولد في هذا العصر، وإنما يقال هذا الشخص قد لوث فكره أو ملوث فكره.